معلش عشان معانا كريم احمد من ارض معنا، عشان مهم جدا نعرف ماذا حدث في تشكيل المباراه. يا كريم، حمد لله على السلامه وعود حميد لمختار التتش. بقى كابتن اسلام حبيبي، ربنا يخليك. طبعا بقول لك الله يسلمك، وتحياتي ليك وتحياتي لنجوم كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. انا عايز ابدا معاك سريعا بالتشكيل، لان يمكن كان في كده بعض اللعيبه نزلت الاول، ولكن ابدا معاك بسريعا. الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعه، علي معلول، في المنتصف حسام عاشور، عمرو السوليه، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد سليمان، ووليد ازارو. عدد كبير جدا شفناه، يمكن خرج من القائمه الخاصه بيه المباراه بيتدرب، لكن هيكون في استعانه ببعض العناصر، لكن ده التشكيل الرئيسي الاساسي، ويمكن باين كمان في الخلفيه اللعيبه بتؤدي عمليات الاحماء. تاني يا كابتن اسلام معاك من جديد، الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي، محمد نجيب، رامي ربيعه، علي معلول، عمرو السوليه، حسام عاشور، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد سليمان، ووليد ازارو. يمكن يعني ده الاختيار اللي تم في التشكيل من قبل الجهاز الفني بقياده مستر مارت لاسارتي المدير الفني، لانها المرحله الثالثه والاخيره. يمكن هو كان نازل يا كابتن اسلام في البدايه، لكن بالفعل كان في تعديله بسيطه جدا، وليد سليمان مكان حمدي فتحي. المهم ان هم كويسين، ما فيش اصابات ولا حاجه، ولا حد بيسخر ولا حاجه. بعض يمكن كان في دور مستر مارت كان هيحاول ان هو يقوم. لا، كل اللعيبه جاهزه، لكن هي اختيارات بالنسبه للانطلاقه بالنسبه للمباراه. لكن حمدي جاهز اكيد، هيشارك في جزء كبير من المباراه، وممكن الشوط الثاني، وعدد موجود يمكن شايف بره دلوقتي، جونيور اجاييه، جيرالدو، محمد دهاني، حمدي فتحي، احمد الشيخ، عدد كبير من اللعيبه كمان هيشاركوا في الجزء الثاني من المباراه او الشوط الثاني بالتحديد. لكن زي ما ذكرنا، هذا التشكيل الاساسي اللي هيخوض بيه النادي الاهلي، وبناكد من خلالك وبناكد لكل جمهور النادي الاهلي جاهزيه رمضان صبحي، واحد من النجوم. بالفعل رمضان بيؤكد جاهزيته للمباراه القادمه ان شاء الله، مباراه المقاولون العرب ان شاء الله النهارده، يحافظ على نفسه بشكل كبير. اكيد مستر مارتن عايز يطمن عليه النهارده في المباريات. بنتمنى كمان فريق البلاستيك ما يبقاش فيه اي احتكاكات، وعايز كمان اكد لك على التشكيله الخاص بفريق نادي البلاستيك في حراسه المرمى. كريم حمدي، خط الظهر من اليمين الشمال احمد عاطف، اسامه صبحي، خالد عبد الناصر، محمد جمال، في المنتصف تريكا، امامه اثنين محمود عبده وامير رجب، على الاطراف محمد عماد، كريم زيدان، وفيرود وحيد، محمد عبد العزيز. ده التشكيل الخاص بنادي البلاستيك. ان شاء الله كابتن اسلام تكون مباراه جيده، نادي الاهلي يستفيد بجرعه تدريبيه بدون اصابات بدون اي اجادات، ويستفيد ايضا كمان الجهاز الفني في كل الجمل اللي كان بيحاول يطبقها في المعسكر الخاص باسبانيا. وان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي متاهل للمباراه القادمه، وهي مباراه المقاولون العرب. انا معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسارات. لا، احنا بس كنا عايزين نطمن على التشكيل، وبالتالي هل من الممكن ان نرى تشكيل 11 واحد مختلف في الشوط الثاني، ولا لسه مش عارفين؟ تاني يا كابتن اسلام، معلش بقول لك، يعني هل الشوط الثاني هيبقى 11 لاعب مختلف غير ال 11 اللي موجودين، ولا هيبقى تغييرات بسيطه بس؟ من الواضح يا كابتن اسلام هيكون في عدد كبير، يمكن اللي ذكرتهم يمكن ثلاث لاعبين، جيرالدو، اجايو، محمد هاني، وحمدي فتحي، واحمد الشيخ متواجدين بره، يعني ممكن يكون عدد قليل من اللعيبه. وفي لعيبه كمان بتتمرن ممكن يتم الاستعانه فيها، لكن من الواضح من خمس ست لعيبه ممكن يتغيروا في الشوط الثاني بالنسبه لمباراه الاهلي والبلاستيك. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. معلش حصل كل شويه التشكيل، زي ما حضراتكم عارفين المباريات الوديه دايما بتبقى كده، لكن برضو